في الآونة الأخيرة، حتى يعني المهاجم جو استدعاه بعد إصابة دامياو، يعني والأرض والجمهور والمدينة، مدينة نادي غريميو، نادي الكبير في البرازيل، والبرازيل في حالة هجوم بالكرة. جول 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 البرازيل، البرازيل في بورتو أليغري تسجل الهدف الأول بواسطة أوسكار. هكذا يرغب المشجع والمشجع البرازيلية والجماهير البرازيلية، هكذا ترغب أن تلعب البرازيل، تتناقل الكرات، تصل إلى المرمى. شوف شوف ولاحظ معي فك الكرة هنا والانطلاقة من فريد، هنا فريد ينطلق ويحولها صح، خلاص الكرة صح، استقبال صح وحطها صح، كل شيء صح في اللقطة السابقة، الفك الكرة صح، التسليم صح، الاستلام صح وحطها صح أوسكار، وسجل للبرازيل الهدف الأول في المباراة. لكن جاتك المرتدة خطيرة 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 وحلوة، يمكن الثاني يمكن الثالث، والله ما عجبني يا ما، خلاص نشوف نشوف، يمكن يمكن تأتي واعد. جول جول للبرازيل، تأخر فيها لاعب المنتخب البرازيلي، ولكن بعد ذلك أيضا أتت المتابعة من هرنانديز اللاعب البديل، اللاعب اللي اشترك قبل قليل، بل هي اللقطة. شوف شوف أنا في لقطة ما عجبتني، لأن المرتدة حلاوتها في سرعتها، هني تأخرت فيها وعقد الكرة نوعا ما، لكن لاحظ تمركز هرنانديز في اللقطة السابقة، واللعبة حلوة حلوة كانت في الأخير. نعم تأخرت المرتدة، ولكن أعتقد كانت في صالح اللعبة في نفس الوقت. أعتقد أن نيمار نقل الكرة لمسة جميلة من نيمار إلى هرنانديز، وبالتالي البرازيل تتقدم بالهدف الثاني. نيمار يصنع الهدف الثاني وهرنانديز يسجل هدفه. حتى وقت إضافي وبعد يمكن وقت بدل ضائع، هني هني المعلق يتبهدل. مارسيلو ينطلق، مارسيلو يتقدم، مارسيلو يقود هجوم، ضربة جزاء، ها ها احتسبها، يقول حكم المباراة مارسيلو، مارسيلو يتقدم وللبرازيل ضربة جزاء، فرصة. شوف 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 العرقلة أمامك واضحة وصريحة، العين ترى، وحكم المباراة يرى اللقطة أمامه، واللاعبي المنتخب البرازيلي يشاهدون الآن أن فريقهم عنده فرصة لتسجيل الهدف الثالث. لوكاس مورا لاعب شاب بطل مع فرنسا باريس سان جيرمان بسن 20 سنة في ملعب المباراة أرينا دو غريميو، يأتي الهدف الثالث. يبغون البرازيليين، فيهم فيهم حر البرازيليين، يبغون الثالث، شكله بيسجل، والله عنده ثقة ما أدري. لوكاس مورا يسجل، حطها والله، جول يسعد البرازيليين، كل البرازيل سعيدة، الثالث للبرازيل. لوكاس مورا يسجل الهدف الثالث، هني يستانسون عدل، هني يفرحون عدل، هني لأن بعد التعادلات وبعد التصنيف المتأخر وبعد الأداء الغير مقنع يأتي هذا الشوط. أعتقد أنه الشوط الأفضل للبرازيليين في المباريات الأخيرة، وبالتالي الآن هذا الفوز اللي يبونه البرازيليين.